عندي مئات التركيات بيهتفن متجمعين، سيدات تركيات محترمات مجتمعين في مكان ما في تركيا بيتظاهروا. العنوان بتاع المظاهرة ايه؟ لا تعبثوا بملابسنا. في هذه الفضايح بيقولوا لمين؟ بيقولوا للقيادة التركية، بيقولوا للدولة التركية، بيقولوا للأمن التركي لا تعبثوا بملابسنا. ايه اللي حصل؟ في مدينة اسطنبول فيه محاولة للتحرش بهؤلاء، محاولة لمضايقة هؤلاء. السيدات زي ما شايفين اجتمعنا بهذا الشكل وصرنا في حالة من الضيق الشديد، ورفعوا لافتات لا تعبثنا بملابسنا. ومعروف ان حزب العدالة والتنمية بيمارس عنصرية ضد المرأة، عنصرية ضد المعارضين، عنصرية ضد الإعلام. دي مظاهرة فين؟ مظاهرة داخل تركيا، وقالوا ان العسكر الأتراك بيقاطعون احتفالات الرئاسة في تركيا بسبب الحجاب، والبرلمان التركي بيناقش السماح بالحجاب في الجامعات، لكن الحزب العدالة والتنمية بينظر إلى المرأة بهذا الشكل الدوني وهذا الشكل التمييزي وهذا الشكل العنصري. فتجمعت هذه الجموع من السيدات معلنين شعار لا تعبثوا بملابسنا.